ومن غير تعب ولا مجهود ولا كل شوية بقى البوتاجاز يتبهدل تشيلي وتغسلي فيه ولا أي حاجة، وبأرخص الإمكانيات. يعني بصوا مفيش أرخص ولا أسهل من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة جايبة لكم فيديو جديد ومختلف غير اللي متعودين عليه كل مرة. النهاردة هقول لكم ازاي تحافظوا على البوتاجاز بتاعكم طول السنة نظيف وجديد بدون تعب ولا مجهود كتير ولا ادوات ولا مكونات. يا ترى احنا هنعمله ازاي وهنحافظ على البوتاجاز بتاعنا ازاي، وخصوصا ان احنا داخلين على عيد الام؟ فيا سلام بقى لو عملتي لمامتك كده وفرحتيها ونضفت لها البوتاجاز وحافظت لها عليه طول السنه. تعالوا مع بعض نعرف احنا هنحافظ مع بعض على البوتاجاز بتاعنا ازاي نضيف وجديد طول السنه. بصوا جمال البوتاجاز، اللي يشوفه يقول جديد، هو يعني عادي خالص ولا جديد ولا اي حاجه، انا بس محافظه عليه. اول حاجه بقى هو بطل الفيديو بتاعنا النهارده هو الورق الفويل. الورق الفويل دوت يعني ايدي وسناني ما بقدرش استغنى عنه في المطبخ، فالنهارده بقى جايبه لفه كبيره من الورق الفويل هستخدمها في فرش البوتاجاز، وهي موفره جدا احسن من الورق اللي بنجيبه بنلزقه على البوتاجاز، وكمان اقدر استخدمها في حاجات تانية كتير جدا. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده بجيب الورق الفويل وببدأ أقطعه على مقاس البوتاجاز وبطوله شوية علشان يغطي معايا البوتاجاز من تحت والعيون علشان ما فيش أي حاجة تقع عليها. وزي ما انتوا شايفين كده فرشتها بالشكل دوت، بفرش طبقتين من الورق على كل ناحية، ببدأ أحط العيون، وأهم حاجة أسيب مكان للغاز إن هو يطلع منه، ما بقفلش عليه بالورق بالشكل ده. بعد كده بحط الشبكة بتاعت البوتاجاز عادي مفيش اي حاجة، وهنفرش كمان الناحية التانية بالورق زي ما عملنا في الجنب الاولي. طريقة سهلة وبسيطة خالص، وان شاء الله هتجربوها وهتعتمدوها وهتحافظوا على البوتاجاز وهترتاحوا طول السنة. زي ما انتوا شايفين كده انا فرشت هنا اول طبقة من الورق الفويل، وطبعا سبت مكان زي ما عملت هنا بالظبط، سبت مكان للعيون المكان اللي بيطلع منه الغاز. ناخد بالنا اوعوا حد يقفل عليه علشان دوت ممكن لا قدر الله يسبب يعني حاجات مش كويسه خالص، فتبقوا سايبين كده مكان علشان الغاز دوت، ده مكان الغاز اللي بيطلع منه ده وده، فلازم نسيبه مفتوح. دلوقتي بقى هحط بقى دلوقتي تاني طبقه معايا، طبعا لازم تدخلوه كده من الجناب تنزلوه علشان اي حاجه تتقلب كده او كده يبقى البوتاجاز بتاعنا متامن من كل حته. وده كده بصوا البوتاجاز بعد ما فرشت هنا الورق، وطبعا لازم الازاز بتاعي اغطيه كمان، غطيت النص اللي من تحت، تعالوا بينا بقى نغطي النص اللي من فوق. ورقه كده ببدا اتنيها من فوق علشان تغطش معايا الجزء اللي من بره ده، من هنا. طبعا كل حاجه بحط عليها طبقتين عشان لو واحده اتبهدلت يعني او كده يبقى الورقة اللي تحت موجودة تحمي معايا البوتاجاز. الفويل دي بتقعد معايا يعني والله ممكن تقعد معايا سنة، ولو انت شاطرة ممكن تقعد معاكي اكتر من سنة. انا جايبة اكبر لفة عشان تقعد معايا بقى طول السنة، وكده بوفر اكتر ما كل شوية اشتري ورق للبوتاجاز او اشتري لفة جديدة يعني للبوتاجاز. هي واحدة لفة واحدة كبيرة تقعد معايا، استخدمها بقى افرشها على البوتاجاز، احط اغطي بها الاكل اي حاجة. بصوا بقى، وهنا طبعا الحتة دي بلزقها بالسلوتيب
علشان ايه تلزق في بعض وما تطيرش لو مثلا شغلت البوتاجاز او كده، فبجيب هنا اللزق وبلزقها. وده كده الشكل النهائي للبوتاجاز بتاعنا الجميل. انا برضو عايزة اوريكم انا الايد بتاعت الفرن بتاعي، انا قافلاها كده مغلفاها يعني بالفويل علشان لما اجي افتح او اقفل ما تتبهدلش معايا، وطولت هنا معاكم الورق الفويل علشان يغطي معايا العيون وبرده ما فيش حاجه تقع عليها او تبهدلها. واخر حاجه بقى اللي هي الطبقه اللي من تحت دي، انا غطيتها برده بالفويل علشان تفضل معايا نظيفه وجميله. تعالوا بقى بينا على الجنب كده، بصوا قفلته من الجنب كله بالورق الفويل بالطول كده اهوت، وبرده باللزق بلزق الورق بتاعي بلزقه بالسلوتيب وبس كده. انا كده يبقى البوتاجاز بتاعي متأمن تأمين عالي، احمر اشمر اقلي اشوي اللي انا عايزاه اعمله فيه ومن غير تعب ولا مجهود ولا كل شوية بقى البوتاجاز يتبهدل تشيلي وتغسلي فيه ولا اي حاجة. هي مجرد العيون بس اللي بتاخديها وتغسليها وخلاص على كده. ولو الورقة اتبهدلت بحتة فوطة كده يعني بالليفة بالصابون تمسحيها وتنشفيها تاني من غير ما تشيلي ولا تحطي ولا تتعبي نفسك خالص، وبأرخص الإمكانيات. يعني بصوا مفيش أرخص ولا أسهل من كده، حاجة اقتصادية جدا. وكفاية انك بتيجي من الشغل تعبانة، مش كمان هتعملي الأكل وتقفي تنظفي كمان البوتاجاز، لا كفاية عليكي انك بتعملي الأكل وتسلم ايدك على اي حاجة بتعمليها. وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي وتدعولي. انا بقالي سنين والله بعملها والحمد لله زي ما انتم شايفين البوتاجاز بتاعي نظيف واكنه جديد بالظبط. عايزاكم بقى تجربوها وتبعتولي تقولولي عملتوا فيها ايه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.